قش هذا الصوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم شوني في إسبانيا. دابا الإخوان بداو كيدخلوا، أربعة الناس دابا باش نبداو اللايف إن شاء الله. خمسة عمشة دابا بتعود بينا، حاولوا ما امكن يعني ما كتشوفش الناس، يعني يمكن عمل لايف ما كتشوفش مثلا الناس كذا بارطاجي اللايف باش يدخلوا ولا ولا يصيفطوا شي واحد ولا المهم على اي اللي يقدر يعمل بارطاج الله يجزيه بخير. ان شاء الله نبداو بالميساج الاول اللي جات، التساؤل الاول. نحاول ما امكن ان شاء الله يعني نعطي يعني عالم حا على السؤال، لان انا لاحظ دائما في اللايفات ملي كيطرح شي واحد السؤال كنطاول كنشرح له، يعني كنشرح له كنجاوبو على السؤال ديالو من ان زد. نحاول ما امكن نعطي اجابه سريعه على كل سؤال باش نستقو يعني العدد التساؤلات كثيره. بسم الله على بركه الله. اول سؤال جا من عند خاي سعيد كيقول شكون اسهل في الفيزا، الكرادو او لينيفرسيتي؟ يعني شكون اللي سهل في الفيزا؟ اللي في الفيزا سهل اخي سعيد هي كرادو، يا كان كرادو ميديو او كان كرادو سوبيريور، هما اللي سهل، احسن من السيليكتيفيداد، احسن من السيليكتيفيداد، وحسن من اونيفرسيداد، وحسن من الايديوما من الاسبانية. المهم هو مزيان، نقول لك علاش مزيان، لان اولا منين كذا يعني القبول ديالو بالخف كيتقبل، ماشي بالخف كيتقبل، يعني باش ما تهزاش بهذه البساطة، ولكن الا استوفت فيك الشروط والامور انك تحصل على الاقامة، عكس انك الا مشيتي مثلا تقرا السيليكتيفيداد ولا مشيتي مثلا تقرا اللغة 3 شهور ولا 4 شهور. بالإضافة أن لونيفرسيتي يعني الأونيفرسيداد عند البروسيدور ديالها خصك تدقوس في السيليكتيفيداد، ومن تقوس السيليكتيفيداد عاد تدخل، والمدة ديالها طويلة، هادشي هذا كامل يخليها تكون من بعد يعني من بعد الكرادو. الكرادو ما فيهاش مدة طويلة، يعني يكفي عامين تقرا عامين تبع الدبلوم، وما كيطلبش اللغة، ما كيطلبش بزاف الأمور اللي هي مناسبة بالنسبة لينا حنايا. السؤال الثاني خي مروان شنو كيقول؟ كيقول خويا عندي عندك دوك، دوك بغيت ندير ليهم لومولوغاسيون ونكمل ليسونس اونيفرسيتي، واش ممكن؟ لا والو، هذا هو المشكل. اسبانيا ما كتعرفش بديك القضيه ان عندك الاونيفرسيتي خصك تعاود من الاول، يعني اونيفرسيتي باش تعاود الاونيفرسيتي، يعني عندك دوك كعاود من الاول اونيفرسيتي، يعني تعاود من الاول العام الاول لا ليسونس، العام الثاني لا ليسونس، العام الثالث. لان الدوك الا كانت حاله واحده، الا مشيتي شي مدرسه بريفي وقلتي لما مثلا واخترتي شي تخصص اللي كنتي انت كتقرا في المغرب، كيعملوا واحد كيعملوا لك واحد المقارنه ما بين الموديلات اللي كنتي كتقرا في المغرب والموديلات اللي كاين هنا في اسبانيا، كيعملوا المقارنه من ناحيه النقاط، واش النقاط اللي كنتي جبتي في المغرب يعني ديك النقاط اللي جبتيهم واش كافيين باش انك يعني على انك تكمل القرايه في التخصص، بالاضافه انك واش ديك الموديلات اللي قريتيهم في المغرب هما نفس الموديلات، ومن بعد كيشوفوا لك الموديلات اللي ناقصين
الا صابوا لك الموديلات شي موديلات مثلا كيقراوهم هنا في اسبانيا ما قريتيهم شي في المغرب كيعطيوهم لك تقراهم تقوس فيهم امتحان. من بعد عاد ومن بعد عاد دابا تيجوني ميساجات في فيسبوك ومن بعد عاد كيشوفوا لك يعني المجموع ديال الموديلات يعني فيها واحد البروسيدور معقده شي حاجه ماشي معقده وانما فيها شي ستوربو فهمتي على اين انك يمكن لك ذلك. كاينه الخاصيه في المدارس بريفي عملوا معك القضيه ان المدارس بريفي دائما عندهم امتيازات كثيره على الدوله. الدوله ما كتبغيش تدخل معايا ما يبغيش تدخل معاك شي مسائل عنعمل لك صافي عندك الشهاده دخل ما عندك شي شهاده ما بقاوش حنا نحفروا عكس البريفي. البريفي كيدخلوا يعني كيبغيو بزاف الامور كيعملوا بزاف الخاصيات. البريفيات عندهم بزاف الخاصيات ومن بين الخاصيات اللي عندهم والحاجه اللي قليل الناس اللي كتفهمها ان ممكن مدرسه بريفي عندك ماتريكولا فيها انها تزرب لك الدوسي ديالك في القنصليه وهذه كاينه. مهم ان نجوزو السؤال اللي كاين اخر حد الان كاين جوج الاسئله الشيء اللي كاين ما كاينش شي سؤال. نهضروا على واحد النقطه بديت ما يدخلوا اسئله وهذه ما عرفتش انا في البريفي في الفيسبوك ديالي في البريفي عندي بزاف بزاف ديال الميساجات لدرجه اني بداو كيصعبوا عليا ما بقيتش كنقدر نجاوب كلشي كنبدا نجاوب 4 5 6 كنهضر معاهم كنجاوبهم في الاوديوات كان 4 5 يعني 4 5 6 كنهضر معاهم نهار واحد كنعطيهم الوقت كامل يعني نجاوبوا في الاوديو حتى يكون صافي تاكد من المعلومه من بعد كنقول 5 6 اخرين اللي موراه. ودائما الا كيجاوني ميساجات كنهبط نلقى يعني او اقدم واحد صيفط لي ميساج كنهبط عنده نقرا ميساج بداو كيصعبوا عليا. لو كان بحال مثلا هيدا نعمل لايف ونطلع ويسقسيونا الاسئله كامله نجاوبهم فيها غيكون حسن بالنسبه لي لهم وبالنسبه لي. علاش؟ لاني انا جاوبتهم على الميساج على الاسئله ديالهم وما تعطلوش وانا بالنسبه لي عاد ارتاحني اختار. المهم على اي بغيت نهضركم على واحد النقطه ان كاين واحد الخاصيه وعاد اكتشفتها مؤخرا ان واحد الخاصيه وتاكدت منها ان واحد الخاصيه ان المدارس ممكن المدرسه اللي عندك ماتريكولا فيها مدارس خاصه كنهضر بالاخص على خاصه كتصل بهم كتقول لهم انا الفيزا راه عندي معطله يعني انا يعني قرا خصها تكون قرايه بدات كتقول لي مثلا انا قرايه بدات وعنجي معطل والقنصليه باقا ما ردتش عليا اش كيعملوا المدرسه بريفي كتصل بالقنصليه تقول لها ان السيد فلان فلاني غيطلع يقرا عنا وراه ديجا معطل على الكورسو ديالو حاولوا ما امكن دوكسوا له الدوسي ديالو بشكل اسرع باش يقدر يواكب الدراسه معنا ويقدر يعني يتاقلم معنا صافي. هما ملي كيهضروا مع القنصل القنصليه كتاخذ بعين الاعتبار داك الطلب اللي طلباته ديك المؤسسه وكتسرع لك القضيه. الا كانوا الدوسي باش يردوا عليك في شهر يردوا عليك في 15 يوم. نقولنا السؤال اللي مورا واش ممكن تخي نار جيسي واش ممكن تشرح لنا اكثر فلوس ديال البلوكاج واش كتصرف منهم او لا كيبقاو بلوكين عام كامل دراسيات. لا القضيه البلوكاج شرحت انا فيديو عملت فيديو عليها شرحت فيها القضيه كيفاش كيتم الفلوس ديال البلوكاج. فلوس البلوكاج يمكنش هما علاش بلوكيتين ماشي بلوكيتين باش يبقاو ضمانه باش ما ترجعش زعما الا ما رجعتيش عيديو ديك 800 المليون ولا لا. البلوكاج هو الا تشي اتيستاسيون دو بلوكاج اللي كتخرج ملي كتبلوكي كيعطيوك واحد اتيستاسيون اللي ديجا انا وريتها لكم. هذيك اتيستاسيون كيقول لك باللي راك الفلوس اللي نزلتي اللي هي 7 المليون او 8 المليون او 9 المليون او شحال ما نزلت لي الفلوس راه كترجم للاورو ومن ديك الاورو كتقسم لك على العدد ديال الشهور اللي باقا لك في اسبانيا عاد قرا فيها وكيبداو يحولوها لك شهريا يعني كل شهر كيبقى الحساب ديالك اللي الفلوس اللي بلوكيتين كيبقاو يتصيفطوا لك من المغرب من اسبانيا باش كيوصلوا لك الحساب ديالك وكتفرقهم. صوت الموتور سمعت
خاي مشيت من القنصلادو دفعت قتلي 10 ايام ورجع مورا الفيزا ديالك. دابا غدا هنمشي حيت جازت 10 ايام وما يعيطولي على انتريفيستا. سمحوا لي واحد الثانية. مغربي اي منطقة انت بص عمشي تي الله هذا سبحان الله العظيم. بديت دابا طلبت البيتزا من واحد الباكستاني واش كيبيع بيتزا ومشي يجي عندي اللي يفرق بيتزا الصديق ديالي صاحبي هنا مشي يجي عندي مشي يجيب لي منين صونا في لانتيفون سمعت الموتور قلت هو وصل منين صونا في لانتيفون وما جاوبنيش ما قاليش ما قال لي لا اولا لا ولا قلت صافي مشي يكون عا هو صدق هو. على اي رجعوا الموضوع شنو كان السؤال اللي كانت واش ممكن شرحنا هذه هضرنا عليها. خاي مشيت القنصلة ودفعتي قالك 10 ايام خاي الياس قالك 10 ايام ورجع مورا الفيزا ديالك. كيفاش فيزا في 10 ايام غتخرج لك الدوسي يرد عليك يعني دفعتي الدوسي ديالك 10 ايام ورد ولا ديجا لا ربما ديجا دفع الدوسي كان باقي ناقصك شي ورقه. دابا غدا نمشي حيت جازت 10 ايام ومعيطولي على انتريفيستا ما والو زعما تكون واجده. خاي الياس ماشي دائما يعني فيزا دائما تدفع الدوسي ماشي دائما يعيطوا لك انترفيستا يقدر يعيطوا لك انترفيستا يقدر ما يعيطوا لكش على حسب لا سيتوياسيون ديالك على حسب الدوسي كيفاش عام. يقدر مثلا الامور ديالك تكون كامله مريقلة ما ناقصك حتى شي حاجه مجرد ما عيطوا في الدوسي سيبو ما ناقصك والو كيقولوا لك صافي ها الفيزا ديالك بلا انترفيستا بلا والو. ولكن اذا كان مثلا تقدر مثلا الدوسي ديالك ناقصو شي حاجه ولا فيه ماشي حاجه ماشي واضحه كيعملوا معاك انترفيستا باش توضح لهم ديك القضيه اكثر. ومن ناحيه ان تعطلوا عليك قالوا لك 10 ايام سير 10 ايام ورجع عطيب معايا يردوا عليك اما صافي خرجت لك ان شاء الله بجهد الله واما يقولوا لك زيد تعطل شي حاجه فهمت يعني يقول لك سير واحد السيمانه ورد عليك. خويا الشاوني بغيت عند سامي خويا الشاوني بغيت ندير واحد خالتي في الضامن كتشد 12000 درهم ولكن عندها 3 الولاد ماشي مشكل خالتك ممكن نعملها ضامن والصالير ديالها بون صالير يعني عندها شهريه مزيانه واخا يكون عندها 3 العيال ماشي مشكل.
واحد الحاجة هو أن من الأفضل عمل الضامن ديالك الأول ديالك هو الأب ديالك، والضامن الثاني هي خالتك. واخا يكون الأب ديالك كيصبر 1000 درهم، واخا يكون كيصبر 1000 درهم في الشهر، عمل الأب ديالك وزيد موراها خالتك هي الضامن الثانية. واش انتري فيستا من عند لبنى؟ واش انتري فيستا كتقول صعيبة؟ انتري فيستا عملت فيديو عليها شرحت قضية هاد انتري فيستا كيفاش كتقول وشنو الأسئلة اللي كيسقسيوك ومسائل كاملة. الصراحة ما كتقولش صعيبة بقدر ما أنها يعني هي سهلة. المشكل فينا حنايا، حنا ملي كندخلو نقولو في انتري فيستا كيكون عندك أفكار مسبقة وكتدخل تجلس نتينا وانت مخلوع وكتقول أمشي سقسوني مشي حصلوني مشي هادي مشي حكولي في شي نقطة عندي ناقصة شي نتينا. يعني المشكل ديالنا هو كندخلو النفسية ديالنا يعني طايحة ومعنويات طايحة وأفكار مسبقة غلطة. من بعد ملي كدور مع مخك كتصيب يعني من بعد الى جلستي وركزتي مع راسك غتصيب امور بسيطه كيدخلوك يسقسيوك على امور بسيطه على امور سهله وامور ديالك متعلقه بك انتينا عادي خصك عاد عرف تجاوب وجاوب على قدر يعني ما تزيد ما تنقص. شي كاين الواقع اللي كاين عود عليه ما تحاولش تكذب ولا هذه هي الأسئلة اللي كاينة قيلة دابا. و عرفتي انا اليوم كيبان لي الأسئلة ناقصة بزاف يعني قليلة ماشي ماكشي كثيرة عكس اللايفات اللي قازو. هذا أول لايف نشوف فيه انا الأسئلة طايحة وكأن الأسئلة ما بقاتش الحمد لله من الأسئلة ما بقاتش بزاف. مهم على أي الفيديو إن شاء الله د دي الخطوه اللي ما متبعش معنا السلسله اللي طلقنا هاد الفيديوهات اللي كاينه لاشين ديالها في اليوتيوب. يعني واحد السلسله ديال الفيديوهات فيها فيديوهات ايتاب بار ايتاب يعني خطوه بخطوه شنو المراحل باش توصل يعني باش تجي اسباني تكمل القرايه ديالك من الخطوه الاولى حتى لاخر خطوه بالترتيب يعني بلا ما تزابي بلا ما تنقص. المشكله هو كي الانسان كيكون عنده هيدا كيبدا فهمتي كيدخلوا الاسئله بزاف مخو وكيبدا يسقسي فشي امور باقا ما وصل لها شي وهو ما كتجي كتشوف كتسيب واقع مع ماشي الخطوه اللي اهم. المهم شوفوا خي سامي شنو قال. سامي قال عندي الوالد كان عسكري متقاعد تيشد 3200 درهم وعنده حوانت مي المشكله كتبهم في سميت الوالده وخويا واحد وخويا واحد في سميت وخويا واحد في سميتي انا وخو هو خدام فيهم فهمتي مكتب عليه هو والو وما عنديش ريجيست كوميرس. خاي سامي ماشي مشكل عمل خالتك اللي قلتي الضامنه هي الثانيه والضامن الاول اعمل يا الاب ديالك يا الام ديالك حتى الام ديالك ممكن تضمن واخا عسكري وديك عنده ديك الصالير عملو عمل الاب ديالك سمع عمل الاب ديالك ضامن عمل الاب ديالك ضامن واعمل الخاله ديالك ضامنه مزيان مزيان لان الخالة ديالك عندها 1200 درهم في الشهر يعني ما يقارب 120 نو 1200 الاورو في السيمانة في الشهر 1200 الاورو في الشهر خالتك عندها والاب ديالك عنده 370 او 300 وشي حاجة الاورو. المهم يعني مزيان بجوج بيهم مزيان يعمل الام ديال الاب ديالك وعمل الخالة ديالك الله يسهل ما صعب. رضا قالنا خويا قول لي كاع الوراق اللي كيدوزو في ابوستيل والترجمه واللي ما كيدوش. شوف انا نعطيها لك خلاصه في واحد جوج كلمات. الوراق
اللي ضروري انك تترجمه، هما الاوراق اللي كيترجموا، يعني الاوراق اللي كيترجموا، اللي ما كيترجموش اماره، هما الباسابورتي ولا كارت والوراق اللي كيجيو من البنكه، هاد ما كيترجموش، الباسابورتي ولا كارت والوراق اللي كيجيو من البنكه، اي ورقه كتجي من البنكه اللي هما اتيستاسيون دو بلوكاج ولي غولو في بونكير، هاد ما كاملين ما كيترجموش، اي ورقه تجيبها من البنكه ما كترجمش. هاد ثلاثه الحاجه، ما دون ذلك كلشي ترجمو، ما دون ذلك كلشي ترجمو. واخا غتقول لي واش نعمل لهم ابوستيل ولا ما عملش ابوستيل، كنقول لك اعمل اي ورقه عندك لا كارت الا عملتي لا فوتوكوبي اعمل لها ابوستيل، اي وثيقه عندك اعمل لها ابوستيل، ابوستيل كاع غراتيس ما كتخلص عليه والو، يعني علاش ما تعملوش؟ تفاعل تعملو. اي ورقه، اي ورقه، اي ورقه غتعمل لها فوتوكوبي تقاليزيها في البلديه وديها للعمل اعمل لها ابوستيل. ما دون ذلك كامل ما كيترجمش، كيترجم يعني كلشي عترجمو الا ثلاثه د الورقات، كلشي اي ورقه، الورق من البنكه لاكارت باسابورتي، الورق من البنكه لاكارت باسابورتي، تبقي كامل ترجم والده. نقولو السؤال اللي موراه، نزار خانيسا كيقول كيفاش تعلم اللغه دغيا بالنسبه اللي عايش تما، يعني الانسان اللي عايش هنا في، يعني الانسان اللي عايش في اسبانيا وبغى يتعلم اللغه، اسهل طريقه بالنسبه له، احسن طريقه هو انه يبراكتيكي، يعني براكتيكي الاسبانيه، يبقى يهضر مع، فهمتي، يبقى يهضر مع الاجانب حتى العرب مثلا العربي، وهذه كنفضل انا الطريقه العربي ملي تجي تهضر معاه، حاول تهضر معاه، انت باقي كتعلم حاول تهضر معاه باسبانيولا، عطيه كلمه باسبانيولا، لان العربي الا سمعك هضرتي شي كلمه باسبانيولا خطا غيقول لك لا ماشي هايدا، كيقول له لا هايدا، يعني هو غيصحح لك. وزائد انك ملي كتكون مثلا ماشي معاه وسمعك ما سمعتي شي قاوري قال شي حاجه ولا مكتوبه شي حاجه، كتقول له دائما كتسقسيه شنو المعنى ديالها، واش كيقصد، شنو قالنا، حاول تفهمني، حاول تشرح لي، المهم كتبقى تطلب منه يعاونك، يعني يشرح لك يترجم لك، ملي كيترجم لك انت كتبدا تفهم، كتبدا من بعد كتبدا تكابطي في مخك، يعني كتبدا تشوف انا كيفاش جاوبك على القضيه، كيفاش هاد السيد علاش هضر معك بهالاسلوب، يعني كتستافد منه. هذاك العربي هو اللي غيعاونك في القضيه. نعطيك مثال، مثلا الا تلاقيتي شي قاوري مثلا ولا عندك شي صاحب قاوري، القاوري يقدر يقول لك شي حاجه ما تفهمهاش انتينا، ومين ما تفهمهاش غتبقى لك مبهمه في العقل ديالك، اذا كيفاش انتينا غتقدر تتعلم بلي ان هاد الكلمه كتعني هيدا وان هاد الحاجه غتعلمها. ما كاينش اللي يعلمك قد ان واحد الانسان اللي يتقن اللغه ديالك وعاي ترجم لك في ديك الحاله او عاي يفهمك في ديك الحاله. انا كان عندي واحد الصديق ديالي، يعني ساكن هنايا في اسبانيا سنين وكيعرف اسبانيا، ومني كنكون مثلا كنكونوا ماشي مع بعضياتنا في الطريق ولا كذا، وكيسمعني نطقت شي كلمه بالاسبانيه خاطئه، كنطقتها بشي طريقه خاطئه، كيصحح لك يقول لي لا هذيك ما كتنطقش، هذيك ها هي وشنو المعنى ديالها. بالاضافه انك مثلا كتبغي تسقسي على شي حاجه، مثلا باغي تشري شي حاجه ولا اي حاجه كتسقسي، كنقول له اجي هذيك اش كيقولوا لها بالاسبانيه، هو كيقولها لك. الا تلاقيش، يعني هذه هي الطريقه اللي تقدر تستافد منها بسرعه وتعلم منها بزاف الحاجات بسرعه. علاش؟ لانك غتكون سمعتي كلمات اسبانيه في ودنك وعرفتي المعنى ديالها في نفس الوقت، في حين انك ممكن انك تتعلم مثلا من القاوري، تبقى تسمع منه واحد الحاجه كيعاودها بزاف ويشرحها لك يعني يجسدها لك، يحاول يشرحها لك، هادي يقول لك مثلا هادي اسمها فلان فلان، هادي كيقولوا لها فلان فلان. المهم ما كاينش يعني محسن من الاحتكاك بالاجانب، وانك ملي كتكون عايش في هاد البلاد كتبان لك بلاكات، كنمشي للسوق، كنمشي مثلا ندخل تسوق، كيبان لك البصله، كتبان لك البطاطا، كيبان لك هادي، كيبان لك الاسماء شنو كيسميوها باسبانيولا، انت ما كتبدا كتحفظ الاسماء ديال الحاجات، المهن كتحفظها، كتبدا تحفظ الامور اللي هي اساسيه، من بعد كتبدا براكتيكيها، كتبدا تجي تهضر بها، كتجي تهضر كتخارجها هي. هادشي يعني بالاضافه ان كاينه القضيه كيقولوها الناس بزاف، ولكن الصراحه انا عمري عملتها في حياتي،
وكيهضروا عليها بزاف، كيقول لك تصنت الاغاني الاسبانيه بزاف، تعلم منهم، تفرج الافلام اسبانيه تعلم منها، تفرج رسوم متحركه تعلم منها. اه تتعلم منها، ولكن ماشي زعما هي الطريقه الوحيده. ممكن انك تعلم مادام انت كتعيش في وسط واحد البلاد، ممكن تعلمها بدون تلفازه. علاش الانسان اللي عمره تفرج التلفازه، ما عمره تفرج الراديو، ما كيتعلمش اللغه كيتعلم؟ علاش الاسبانيول كيهضروا بالاسبانيه؟ هما عمر كاين اسبانيول اللي مثلا شي عارفين كانوا ما عندهمش لا تلفازه لا والو، تعلموا الاسبانيه. علاش؟ لان يماه كتهضر معاه بالاسبانيه، خاه اللي يهضر معاه بالاسبانيه، كيخرج كيسير اسبانيه. يعني ماشي ضروري تفرج التلفازه باش تتعلم الاسبانيه، يعني انا كنظن ماشي شرط، فهمتي؟ لان انا صراحه دابا منين تواجهت اسبانيا وعندي التلفازه فيها القنوات اسبانيا، دابا قلبت نتفرج فيهم، يعني نقلب قنوات اسبانيا نتفرج فيها. لا بتاتا نتفرج في قنوات العرب، ما كنتفرجش في قناة اسبانيا. شحال من واحد اللي يهضر معاك على اللغة ينصحك يقول لك شوف جيتي اسبانيا قطع السيرة ديالك بالعرب، قطع السيرة ديالك بالعربية، قال انت هنا كاين في اسبانيا ولا في اوروبا ومنسق البارابور وكتسمع القناة تبع لي القناة ديال المغرب والقناة ديال العرب، العرب قطع الصلة بهم. لا علاش؟ بالعكس انا ما قطعش الصلة بالعرب. علاش؟ لان العرب هما اللي يحسوني اني باقي عايش، واخا انا يعني في واحد البلاد غريبة على البلاد ديالي، باقي عايش في البلاد ديالي، ما عنديش شي مشكل. زائد اني ما تنساليش اللغة، غنبقى مبراكتي هادي ما العربية ديما فوني مزيانة، زائد حتى مستوى اللغة العربية ديالي ما يتلفش ما يضيعش. انا اتسمع الاخبار، اتسمع هادي، اتسمع شي برنامج، اتسمع شي حوار. واخ الا كنت عندك العيال صغيرين وانت قاطع العربية التلفازة من الدار العربية، كيفاش يطلعوا عليا؟ هضر معاه اسبانيول، ايه هضر معاه، غوت عليه في اسبانيولا وسفاه فيه في اسبانيولا وغوت عليه في اسبانيولا، ابقى ديما اسبانيولا. في حين انا اسبانيولا انا عارف العايل او العايله عيتعلموها بزز منهم، انا في المدرسه عيتعلمها، صحابو نصارى عيتعلمها منهم، في الزنقه عيتعلمها. المشكله هي العربيه، ما عندوش فين براكتيكيها. الاسبانيه فين ما مشى عيتعلمها، فين ما مشى يهضر بها. كتسيبوه كيوصل لعايز 16 سنه باقي ما كيعرفش الاسبانيه، ما كي العربيه ما كيعرفش يهضر بها، اما خصها تهضر معاه بالاسبانيه وبابا خصو يهضر معاه بالاسبانيه. ومي كيهبطوا المغرب كيبداو يعيقوا على العرب، يعني كيعيق عليه على العائله ديالو كدا، يبدا يهضر مع ابنه بالاسبانيه، بدا تهضر معاه بالاسبانيه، زعما تشوف حنايا كنا في اسبانيا، حنا كنا في فرنسا، حنا كنا في المانيا. لا هضر مع ابنك بالعربيه، الا ما هضرتيش معاه بالعربيه عارفه مشات، عارفه مشات له العربيه، عاد يهضر ديك الهضره مكسره. بابا جاب لي بابا وتاتا، انا مغرب انا. هذه مشكله، هذا مشكل كيبان على المدى البعيد. من دابا فقط اللغه، حتى اللغه ديالنا هذه لغه وثقافه، هذه نظافه. عبد تصيب الاخر عربي تشوفه بحال نصراني، وشنو زعما واش قيمه مضافه انه الا كان بحال نصراني زعما خصنا نفتخروا به؟ لا بالعكس، خصنا نبكيو يتنادم معنا الحال، كيفاش حنا ضيعنا اللغه ديالنا، كيفاش ضيعنا الدين ديالنا، كيفاش ضيعنا الثقافه ديالنا. المهم هذا موضوع طويل جبدناه. المهم الاهم هو ان اللغه تتعلم، تتعلم ما بغيتي ولا كرهتي، عاد براكتيكي مع الناس، مع العرب، مع النصارى، مع اللاتينوس، براكتيكي. قضيه الموسيقى واش هي؟ نقدر نقول واخا هي كتحسن يعني السمع ديالك، يبقى يعني حكم الاسبانيه، الاغاني الاسبانيه كيكون الهضره فيها مدغومه، يعني كياكل الكلمات، وفيها لهجات مختلفة. تقدر ما تسمع مثلا الموسيقى تقدر تتعلم، يعني تقدر وانك تتأقلم مع الهضرة الإسبانية. خويا شحال كيتعطلو باش يجاوبو فري كورسو؟ واش كتعاود تخلص ديك 660 درهم؟ لا ما كتعاودش تخلص ديك 660 درهم، ولكن من ناحية التأخر في فري كورسو حدث ولا حرج. كل واحد شحال كاين اللي جاوبوه في البلاص سيمانه، يقولوا له اجي راه صححنا لك يعني المشكل ديالك، اجي راك عدي الفيزا ديالك. وكاين اللي هو باقي طالع هابط مع المحامي، واللي كنقول انا دائما المحامي كتخسر فلوسك على الخوا الخاوي، اعطيه سبب الفلوس 600 اورو 700 اورو وما كاين والو، يعني ما يجيب لكش حتى ديك، يعني ما يزول لكش حتى ديك ريفيز، عاد بقى لك ديك ريفيز، يقول لك في الاخر راه رفضنا لك عاون. يعني ما صافي جاتك ريكورسو، عندك حل من الحلين، يا اما تدفع ريكورسو وتستنى، واما انك بدل الطريقه، يعني شوف خطه اخرى، عاود صحح الديفوات ديالك وعاود دفع مره جديده، او
او اعمل فيزا سياحة او تشوف شي طريقة اخرى، اما بقى تضيع وقتك في المحامي واستنى وخلص الفلوس ما عندها حتى شي معنى. لادوس سيمو قال خاي اشنا هي الخطوات ثلاثة وشكرا. الخطوات ثلاثة خاي لادوس، ان شاء الله خاي سيمو ان شاء الله غنعمل الفيديو ديالها يا اما اليوم يا اما غدا ان شاء الله، نعملكم الخطوه الثالثه. وانا تعمدت ان نمشي خطوه بخطوه، وكان يعني الا لاحظتوا الخطوه الاولى ما بين الخطوه الاولى والخطوه الثانيه قلت لكم باسابور، يعني باسابور مش حاجه معروفه، ولكن لا كنحاول ما امكن نعطي يعني نخليها سلسله، يعني اي واحد يجي يبدا خطوه 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 مورا بعد يتم يتفرج غادي يستافد وغادي يعرف المراحل وما غاديش ينتلف. يعني النهار اللي بغى يدفع الدوسي ديالو ان شاء الله بجهد الله ما يبقاش يرجع خصو يسقسي الباسبور واش نعمل له ابوستيل ولا لا. هذه الوقفه لا، انا هنا نحاول ما امكن نعطي لك شي شامل وبالتفصيل، يعني النهار تجي تدفع ما تحتاجش شي معلومه من شي واحد، وما تحتاجش شي واحد الحاجه اللي هي دابا رائجه بزاف، الحاجه اللي هي رائجه دابا بزاف في الفيسبوك وبانت لي انا بزاف، هاد الناس اللي كيقولوا الوكالات انهم يساعدوك في تجميع الدوسي وحصل على القبول. كيفاش حصل على القبول؟ واش انت تبيع لي الوهم؟ تبيع لي واحد الحاجه هي بلاشي كتبيعها لي بالفلوس؟ والعجب ده الناس زعما عندهم واحد السنطيحه لله ضارهم، ومنادم الحاجه بلاشي وخصو يتخلص منها قال اش كاين؟ قال انا خلصني لحقاش وعندك تخفيضات 20% وعندك كذا، علاش؟ باش انا نحصل لك على القبول. والله يا اخي حشومه. وهاد القضية دابا عاد صونيت على واحد الدري كنت كنهضر معاه هنا كاين في اسبانيا عطلع من المغرب، تحية ليه ولا ربما كيتشوف اللايف، بعد كنت كنهضر معاه عطلع من المغرب، كان حتى هو كان متتبع عند القناة وجا الحمد لله، قال لي بلي زعما بغا يعمل عشا هذا السكنة من عند السيد اللي كاري من عنده كيطلب له الفلوس، يعني هنا مغاربة كيطلبوا الفلوس ومع مغاربة ما عرفتش اسبانيو كيعملوا القضية او مع عرب، نقولوا عرب باش نجمعوا بصفة عامة، كيطلب منك 50 أورو أو 100 أورو، يعني أي حاجة عنده مادية، ما عنده شي حاجة اللي هي لله في سبيل الله، عنده شي حاجة اللي هي عاون خاك مسلم، تعاون مع خور عربي في حالك في حالو، يعني ما نضرتي له نتا شي، ما احترمتي ديك العروبة، ما احترمتي الدين ديالو، يعني الدين اللي جمعكم العروبة الأخوة الإنسانية، حتى شي حاجة. كيعرف الدرهم عباد الدرهم كيعرف خصو عمل واحد الحاجه خصو المقابل ديال، ما يعرفش شي حاجه بلاشي. وقلت له واحد القضيه ان هنا في اسبانيا مؤخرا بديت كنسمع واحد الكلمه اللي هي تشهرت رجعت بحال اللي ظاهره، كيقول لك العربي الا جاي يهضر معاك يقول لك كتقول له ما تعمل معاك اي بليزر كما كان صغير، يقول لك خلصني، تقول له والله يا اخي حشومه صاحبي خلصك انا على الحاجه بحال هاي، كيقول لك اه والو ما نعقلش عليك، هنايا في هاد الارض كلشي بالخلاص ما كاينش شي حاجه بلاش، يعني تو على عقليه دخلت بالهم، يعني العقليه الراسماليه العقليه الربحيه اللي كتكون عند الشركات والمقاولات، يعني دائما عنده الربح، الهاجس هو الربح، الهدف هو الربح، ولا الربح شمس ربح 2 دراهم 5 دراهم هادشي هذاك لا غنمشي لك الله غدا ضمرت مشي مع السبيطارات مع، يعني انسان ماشي حاجه مع ربي ماشي حاجه مع ديك الانسان، عمل علاقه بينك وبينه لعلها علاقة خير بينك وبينه وتشفع لك في يوم القيامة، يعني الإنسان ما يكونش دائما كلشي مادي كلشي مادي، على أي هذا موضوع آخر. وفي الجيم ده الجيم ده كابا وقيلة خويا الشهادة القرابة فين كيديروها؟ خريطة شهادة القرابة نصيحة من عندي، وهذا مشكل عاو كيعملوه الناس وخطأ كيعملوه الناس، هما انو شهادة القرابة اللي يمشي يعملوها عند النوطير، يعني النوطير الا مشيتي تعمل عنده شهادة القرابة كتخلص فلوس صحيحة وكتستنى كيدي لك وقت طويل، اذا تضيع الوقت وعاد خلص الفلوس، علاش؟ وانت مشي على البلدية وعمل شهادة القرابة يعملوها لك بالفرنسية في البلدية ويطبعوا لك عليها اختام للبلدية، من الافضل ما تجيو تطبعوا اي طبع في البلدية عقلوا عليها القضية. في البلديه قولوا لهم انا غنمشي الوراق غندفعو من برا باش كيعملوا لك الختم ماشي بالعربيه، الختم بالاسبانيه او باب الفرنسيه، علاش؟ لان كاين الوراق مثلا عملت يعني من الختم بالعربيه
وهي ورقة كاملة بالفرنسية أو بالإسبانية، وعملوك عليها خاتم بالعربية. ملي كتعطيه لهم كيقول لك خصك تترجمو لنا، علاش؟ لأن ديك الخاتم ما عرفناهش مش من مصلحة مادة. يعني هما كيف هما كيف تشوف خص معاه باش فين تكاشطا، خص معاه تضيع فلوسك، فهمتي؟ وما خص معاه كيفاش يدخلوا الفلوس من الصندوق ديال القنصلية. كيقول لك هاد الخاتم ما عرفناش، سير جيب لنا الورقة باللغة ديالنا، يعني جيب لنا الورقة إما بالإسبانية إما بالفرنسية، زيد معاه منتينا صافي. كتصدق انتينا داك الورقة اللي عملتيها، عاد تصدق بشي ترجمة ولا تعاود الدفع. يعني انتينا مجرد انك عاد تمشي بلدية، قول لهم عمل، قول لهم عملوا لك شهادة القرابة، كيقول كيطلبوا منك الحالة المدنية ديك السيد والحالة المدنية ديالك. وإلا كان هو كاين في الحالة المدنية ديالك، بحال مثلا الأب ديال، ما ماشي الأب ديالك، الأب ديالك باين، بحال مثلا شي خاك، كتبت شهادة القرابة دي معاه حالة مدنية ديالكم ديال الأب ديالك اللي فيها انت وخاك، وما كيقولوا لك كيعملوا لك شهاده، كيشهدوا مصلحه البلد، يعني البلديه كتشهد باللي السيد فلان فلاني كيجي الاخ ديالو او كيجي العم ديالو او كيجي الخال ديالو، وكيطبعوا عليها بخاتم. قول له انا خارج من برا، كيطبعوا لك عليها بحال الخاتم بالفرنسيه، يعني شيء كان مكتوب بالعربيه كاين الخاتم بالاسبانيه، وصافي. ويعملوا لك السيو ضروري، ما تنسى التمبر، ضروري تعمل التمبر صافي، وكذا تجيبها غراتيس ولا بسيطة على جوج، خلص على جوج درهم التمبر وصافي وبالخف. إحسان دابا بداو يدخلوا الأسئلة بزاف. الحسناء بغيت نعرف تجديد الوراق شنو كيطلبوا في العام الثاني. العام الثاني دائما كنهضر على القضية، العام الثاني التجديد باش كتجدد كيطلبوا لك، كتجيب داك الترخيطة الأولية اللي كانت عندك، وكتزيد معاها كشف كشف يعني كشف النقاط ديال المدرسة اللي قريتي فيها، يعني كتجي من المدرسة البيلت عندي ديالك، الموديلات اللي طلعتي كيشوفوا لك خص يكون عندك المينيموم 30% من عدد الموديلات. يعني إذا كانوا عندك 10 موديلات، خصك 30% ديالها، 30% ديالها هي شحال؟ هي 3 الموديلات. يعني على الاقل تكون طلعتي من 10 موديلات 3 الموديلات. شنو اخر؟ يعني خصك تجيب لهم ديك الترخيطه القديمه، وكتجيب لهم كشف النقاط النقاط ديالك، و كتخلص واحد الطاسه وصافي، كتخلص واحد الطاسه وصافي، هادشي اللي كاين. والشهادة السكنة كاين بعض المقاطعات، كاين بعض الكومونيداديز اللي يطلبوا لك الشهادة السكنة مع التجديد، وكاين اللي ما كيطلب لكش الشهادة السكنة على حسب. المهم تينا ديها في يدك بوكس وكاسو، يعني في حالة ما إلا طلبوها لك. واحد الحاجة أخرى نسيتها، وأنك عندك موارد مالية أنا العام اللي ما تجي، يعني عندك فلوس تدخل لك شهريا في العام اللي ما تجي، نسيت هذه. غاي سعد كيقول شنو هي اول خطوه نديرها في الهومولوغاسيون؟ هومولوغاسيون حنا غنوصلوا لها، حاول معاك تتبع معنا الخطوات ان شاء الله غادي نوصلوا لها القضيه الهومولوغاسيون، ما تقلقش، باقي الوقت، باقي الوقت الهومولوغاسيون، باقي الوقت كل شيء، اي ورقه باقي الا الوقت، لحد الان الحمد لله باقي الوقت عندنا. سلام انا تسجلت في الكرادو، واش ماشي مشكل ندفع حتى مو تنشر واحد؟ تسجلتي كرادو، كرادو دابا تسجلتي، واش تسجلتي دابا زوجة حميد؟ واش تزوجتي انتينا؟ قلت لك تزوج، الله يثبتنا على الشهادة. واش انتينا يا حول ولا قوة الا بالله، واش انتينا يعني تسجلتي دابا عندك الماتريكولا دابا، ولا تسجلتي في شهر 9 ولا؟ لأن ما عرفتي، أنا السؤال ديالك ما واضحش، فوقاش تسجلتي؟ الكارو اللي غادي كوتر، الكارو اللي غادي يضمني كيخلص 4200 درهم، وما كاينش شي املاك في سميتو، واش يقدو يقبلوني؟ هالقضية واش يقدو يقبلوك ولا ما يقدوش يقبلوك؟ خصك انتينا تكون عاود مطورة، عندك واحد ضامن تم الخصة ديالو 4200 درهم، علاش ما تزيدتي ضامن اخر؟ ودائما كنهضر على القضيه، زيد الضامن الثاني، ماشي ضروري يكون الاب ديالك،
والقضية الضامن راه ما يدوقك، يعني الضامن ما يضرب والو. الا عطاك واحد السيد كشف الحساب البنكي ديالو 3 شهور، شنو المشكل فيها؟ حنا شحال مرة كيجينا الكاش الحساب البنكي حتى للدار، وكتمشي ديك الورقة عاك ترمى في الزاقة، فهمت؟ يعني الا شنو هتخسر هذاك الضامن يعمل لك واحد الورقة يقول انا كنتكلم بالاملاك ديال بالدعم ديالك وبالكاستوس ديالك، ويقول لك في واحد الوقت او يعطيك الكشف الحساب البنكي ديالو، شنو الاشكال فيها؟ يعني ماشي مشكل، ما فيهاش مشكل. علاش انت ما تزيدش ضامن الثاني اللي هو خا يكون يعني الصديق ديال الاب ديالك؟ من الافضل، حنا قلنا دائما من الافضل الضامن يكون الاب ديالك، موراه الام ديالك، موراه الاخ ديالك، موراه الاخت ديالك، موراه العم، العمه، الخال، الخاله، هذه كامله عائله ممكن تضمنك. انت هنا العائله فتش فيها كامله، شوف كاين شي واحد عنده شي شهريه مزيانه، يتزاد هو الضامن الثاني وحطه هو الضامن الثاني. يعني هاد السيد هذا حطه الضامن الاول اللي هو الاب ديالك، ومن بعد حط هذاك السيد الثاني في الضامن. رشا سلام، واش تقدر تكتب تطلب بغيتي تقول تطلب فيزا توريس فيزا اتيديون واخا على حساب اللغة؟ سلام، واش تقدر تطلب فيزا توريس فيزا استودينتي؟ تقلب، كتهضر على تقلب. واش ممكن تقلب فيزا توريس بفيزا استودينتي واخا يكون على حساب اللغة؟ القضية فيزا توريس فيزا استودينتي هضرت عليها، عملت فيها فيديو تقريبا. دابا جميع المواضيع اللي هضرت اللي كطرحوا فيها الاسئله سبق لي عملت فيها فيديوهات، ولا دخلتي على القناه انا عملت واحد لا ليست يطلعوا فيها الفيديوهات ديالي كامل اللي عملت من كامل. يعني ان فوا تدخل لا ليست عطيت بزاف ديال العناوين، العنوان اللي كيهمك ولا عندك شي فيه شي تساؤل تكي على ديك الفيديو عاد تفرجوا. هل القضيه ممكن تبدل من توريست من ستودينتي؟ ممكن تبدل توريست من ستودينتي، عملت عليها فيديو وشرحت القضيه بالتفصيل. حاولوا ما امكن دخلوا القناه اللي هي شاوني في اسبانيا وفهمتي وتشوفوا الفيديوهات واستافدوا اكثر. ميرسي بزاف خويا، كنستافدوا منك بزاف، الله يرحم ليك الوالدين، امين. اول دعوه اليوم خي يوسف، شكرا جزيلا على الدعوه ديالك، الله يرحم الوالدين ديالك عليها. سلام الخوادري احمد، سلام الخوادري، واش من بعد باك بلوس دو تقدر تعمل ليسونس تماك؟ شرحت القضية هادي قبيلة اخا احمد، وقيل عاد تحقتي باللايف وشرحتها بالتفصيل. هي ممكن تعملها في المدارس بريفي، ولكن ما عاد قراش لا ليسونس، تدوز واحد الامتحان تعمل لك واحد المعادلة الشهادة ديال يعني الموديلات اللي قريتيهم والنقاط وكذا، ولا صابك انك ديك الدوك اللي عندك كي يعادل الدوك اللي عندهم في ديك التخصص اللي قريتيه يعطيوك القرعة. ما تعرفوش ان ديك الدوك عندك مستوفي، وغالبا ما يستوفيش. انا عطيت فيها الاسبانيه، ما عطيتش راسك قريتيها انت في ديك التخصص في لا ليسونس، عطيتش مواد اللي ما قريتيهاش. عيطلبوا منك حلين، يا اما انك تقوس امتحان ديك الموديلات هذوك اللي ناقصين لك وتجاوب عليهم، جاوبت عليهم تدخل تقرا العام الثالث، يعني تبقى تقرا العام الثالث وتبقى لا ليسونس. واما انك يقول لك بغيتي تعاود هاد الموديلات ازير، وغالبا عاتب راسك من الافضل تعاودهم ازير، لان ديك الشيء عاتبو مبدل على ديالنا هاد المغرب. انا ممكن يكون مثلا انت عندك الحقوق، انت كتقرا القانون الخاص مثلا، القانون الخاص ماشي القانون الخاص ديال المغرب، ماشي هو القانون الخاص ديال اسبانيا، يعني القانون ما ينفعكش في حاله واحده. ديما كنقولها الناس اللي قرات القانون الدولي، الناس اللي قرات القانون الدولي هاديك كيكون قانون واحد، يعني قانون دولي، شي كاين في المغرب شي قريتيه في المغرب كاين في اسبانيا، وهاديك الناس حتى القانون الدولي كيجيو لهنا وكيفتحوا بيروات المحاماة، كيعدلوا الشهادة ديالهم وكيفتحوا بيرو المحاماة. شكرا بزاف اخي، الله يحفظك، امين. الله يرحم الوالدين احساني، الله يرحم الوالدين. شكرا. سجلت في شهر 9، واش ماشي مشكل في القنصلية حيت دابا مازال موجود الفلوس؟ سجلت في شهر 9 واش مازال مشكل في القنصلية حيت دابا مازال موجود الفلوس؟ اختي خصك ضروري، يعني دابا انت تسجلتي خصك نورمالمون
تكون دفعتي الدوسي ديالك وكتسنى دابا القبول باش تمشي. الدوسي ما وجدتيهش، موجود لك شي فلوس ما وجدوش، يعني غالبا عاد تمشي عليك ماتريكولا حتى العام اللي ما تجي عاود تماتريكولا، وما تماتريكولاش في شهر 9، يعني تدفع نفس المدرسة حتى شهر، دفع بكري في شهر 9 دفع، فهمتي؟ ماشي شهر 9، شهر 6 دفع الدوسي ديالك. ديك الماتريكولا هي ما يمكنش تدفع في شهر 1، شهر 1 عنسه، ما يمكنش تطلع تقرا في شهر 1، لان شهر 1 تكون القرايه بدات، ما يمكنش تجي في نص العام، يعني سير حتى لبدايه السنه الموسم الدراسي اللي مادي. واما انك دابا بحال اللي نقولوا غدا تصبح كتصيفط الدوسي، حنا دابا في شهر 10، في 15/10، قول 15/11، ما ننصحكش، انا ما ننصحكش تطلع دابا حتى العام اللي مادي، انا عاد طلعتي دروس مشات، امتحانات بدات، امور مرونه، وانت عاد ماده وانت جديده، وعاد عاد تفتش على الكره، وعاد تفتش على كيفاش دري الاوراق ديالك، وكيفاش يعني دبار الترونسبور، يعني عاد تصيب راسك معطله. الا طلعتي اليوم معطله بزاف، يعني هذا العام سني عليه على انك ما عاد عمل فيه والو، عاد ضيع بزاف. من الافضل خلي الماتريكولا ديالك يعني العام اللي ما تجي في شهر 5 15/5، صيفط ميساج لديك المدرسه اللي تماتريكوليتي فيها وقول لهم باللي انا العام اللي فات تعطلت في تجميع الدوسي، دابا بغيت نتسجل معاكم، وتسجل معاهم ويصيفطوا لك الماتريكولا، ودفع دفعه في الدوسي وبدا الاجراءات ديالك في بدايه السنه، احسن من دابا. دابا مشى عليك الوقت بزاف، راه الناس اللي جات في الوقت جات شهر 9 وباقا لدابا مطروشه. انا كنعرف بزاف الدراري، وهو واحد دخل معنا القناه، دخل معنا اللايف، دخل هو يقول لكم، يعني يقول لك كيف غيطلع القرايه بدات، هو باقي كيفتش على، خصو يفتش على الكره، خصو هنا خصو يتاقلم، خصو يعمل بطاقات، خصو ان طلع في الاول. البدايه ديما صعيبه، البدايه ديما صعيبه، انت بلاد جديده، لغه جديده، ثقافه جديده، المعامله جديده، المدرسه جديده، كلشي جديد، يعني عاد خصك تبدا الحياه ديالك. تخيل راسك بحال اللي طحتي من الطياره، خصك عاد تبدا الحياه ديالك في واحد الظرف وجيز وتاقلم قبل ما تدخل المدرسه. يعني ملي كتدخل المدرسه كتبدا تحس براسك غريب، كتحس براسك باقي ما متمكنش من اللغه، باقي ما كتفهمش الاستاذ كيقول مزيان، باقي بزاف الحاجات. يعني من الافضل الا قدرتي تجي بكري اجي بكري، كل ما بكرتي يكون محسن. علاش كل ما بكرتي يكون محسن؟ لان عندك تجمع الاوراق ديالك، عمل البنكة، عاود قلب البطاقه، دبر شهاده السكنه، دبر الكره، تستقر، تحس براسك بديتي كتستقر نفسيا، من بعد عاد كتبدا القرايه. علاش كاين؟ قال بدا الموسم الدراسي، عاد كتدخل المدرسه، يعني كتكون انت ديك الساعه مرتاح، كتكون فهمتي، كتكون ارتحتي وهيأتي نفس يعني راسك نفسيا. على اي نجوز السؤال الثاني كوتا نو خويا، ماشي ماشي الاب ديالي، عمي هو اللي غادي يضمني. مهم، يعني النصيحه اللي كنقدر نعطيها لك هو انك تشوف الاب ديالك شحال عنده الصالير، وتشوف شي واحد عنده الصالير كبير، يكون العائله ديالك الصغيره والكبيره ماشي مشكل، وزيدوا الضامن الثاني باش كيتعطى واحد بون صالير، يعني كيرجع واحد الشهريه كبيره. عكس انك تمشي تفتش، دابا انت مشيتي فتشتي جبتي العام ديالك، العام ديالك لا 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 يعني الشهريه ديالو 4200 او 4700 درهم، نورمالمون قليله، على اساس انه عنده الكرا ديالو، ما عندوش الاملاك كما قلتي، عنده الكرا، عنده مصاريف ديالو الشخصيه، هو العادي الا كانوا عنده العيال قلتي 3 العيال، يعني الامور صعيبه. الا لك الاب ديالك الصالير ديالو مزيان، يعني واحد فيهم خصو يكون الصالير ديالو مزيان، وواحد يغطي على واحد. علاش كنقول لك جوج ضامن؟ تقدر تعمل حتى 3 ضامن، الا كان واحد الصالير ديالو طايح هذا كيغطي على هذا، ولكن ما يكونوش جوج بهم طايحين، فهمتي؟ ما تشوفش ضامن ثاني تشوفو قوي. نقوزو اهلا خي انس، نقوزو منال براده، سلام خويا، بغيت نسولك، بغيت ندير كرادو سوبيريور، مي عندي 5 سنين خاوين، واش يكون مشكل ما يعطيوش فيزا؟
خمس سنين خاويين ما يمكنش يكونوا خمس سنين خاويين، علاش توفيتي خمس سنين من بعد رجعتي بروح؟ امبوسيبل. يعني خمس سنين عندك ما تكون كتعمل فيها شي حاجه، اما كنتي كتقرا اما كنتي خدامه، اذا قرايه ما بقيتيش كتقرا اذا كنتي خدامه، او ممكن تكون كنتي جالسه في الدار، يعني ما قريتي ما عملتي والو بقيتي جالسه في الدار، هذيك اللي قضيه صعيبه، كنتي جالسه في الدار ورغم ذلك ممكن انك تدفع، واخا جلستي ديك خمس سنين ممكن تدفع. الا قالوا لك تهضر معاهم خصك تعطيه دائما جواب مقنع، مثلا جلستي خمس سنين في الدار جالسه ما خدمتي ما عملتي والو، شنو تقول لهم؟ تقول لهم انا جلست في الدار ناسي، قالوا لي وقف القرايه، العائله ديالي قالوا لي وقف القرايه وجلس، ولا انت جلستي راسك ومن بعد بقيتي جالسه هذيك خمس سنين حسيتي براسك الحياه ديالك بدات كتضيع وما كاين لا مستقبل ما كاين لا خدمه ولا هادي لا هادي، وقررتي انك ترجع تكمل القرايه ديالك في شي تخصص اللي انتينا مقتنعه فيه وانتينا سيبتي ذاتك فيه وانك كترتاح له وانك ممكن تعطي فيه كتاب وممكن انك تيكوينتي معاهم يعني تكمل في هذا الدومين، وقررتي انك ترجع للقرايه لان القرايه كانت هي الحل ديالك وهو الخطا اللي عملتيه، وانت عندك دابا واحد رغبه كبيره انك تستأنف الدراسه ديالك مثلا. هذا نوع من الاجوبه اللي تقدر تجاوب. دائما كونوا نتوما كمل مع راسك، يعني انتينا فتش على شي جواب تقنع به. نعطيك مثال دابا، ملي جاوبتك انا الجواب اقتنعتي، الا حسيتي براسك اقتنعتي عرف واحد اخر حتى ديك القنصليه هذيك اللي عندها معك انتريفيستا غتقتنع، ولكن لما كنتيش انت ما مقتنعش بالجواب راه ما يقتنعوش به، او طرحوا على اي واحد وما اقتنعش به ما يقتنعوش به، لانه ما انسان بحالنا بحالهم كيدوروا داك الشيء مع مخهم، واش هادشي جايز ولا ما جايز، واش هادشي ممكن يكون ولا ما ممكن ما يكونش. المهم على اي، يعني خمس سنين خاويين الا كنتي خدامه كنتي خدمتي فيهم جيب لهم اتيستاسيون دو ترافاي، ما كانش عندك اتيستاسيون دو ترافاي قول لهم انا كنت خدامه في الدومين فلان فلاني ولكن ما عنديش اتيستاسيون دو ترافاي وخدمت فيه، الا عندك شي اثباتات كتثبت بلي انت خدامه في هاد الدومين مزيان، ما عندك شي، ولا مثلا جلستي خمس سنين كامله خاويه يعني جالسه في الدار ما عملتي فيها والو، قول لهم القضيه اللي قلت لك انا دابا والله يسهل على الجميع. خاي احمد شكرا اخاي، يعني منا الاحسن ندير ليسونس هنا ونمشي نعمل تماك ماسا. من الافضل انك الا كان باقي لك انت عام واحد اخاي احمد شكون احسن تزيد عام وما تضيع شي عامين، ولا تضيع عامين ودعاو ثلاث سنين؟ يعني من الافضل انت هنا زيد ديك عام شبك ديك لا ليسونس ومأصل العام مشى، يعني العام مشى دابا مأصل ما يمكنش يتسجل دابا حتى العام اللي ماجي، يعني شبك العام هذا العام هذا، حاول ما امكن دخل الموديلات ديالك فاليدي الموديلات كاملين، شبك لا ليسونس ديالك عمل لها الايكيفالون عمل لها لومولوغاسيون حسن طلع تجوز ماستر حسن ما تعاود من الاول. الله يسر الله يسهل علينا اخوتي كامل، امين امين يا ربي، الله يسهل على جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا ربي، كل واحد عنده شي مقصد الله يكون الله يعني ياتيه بالمقصد ديالو ويحقق له المقصد ديالو. انتي اللي كاين خويا ريجسترو كوميرس فيه مليار و 300 مليون الله يقوي الخير، نزيد ضامن تاني ولا بلاش؟ خاي رضا اش مستعمل بالضامن تاني؟ علاش كنقولوا حنا الضامن تاني؟ الضامن تاني في حاله ما الا كان الضامن الاول عيان، يعني الا كان الضامن الاول المدخول ديالو طايح، ولكن انت كتقول لي مليار و 300 مليون اش مش تزيد؟ عندك ما تزيد اخاي رضا، وكفى المؤمنين القتال صافي، الا ما عطاوك شي هما خاسري، الا ما عطاوك شي فيزا انت خاسري، خاسرين بزاف 3 مليار و 300 مليون وما يعطيوهاش الفيزا، لا حول ولا قوه الا بالله. نو خويا راك ما فهمتينيش الاب ديالي ما كاينش، يعني عمي هو الكارون برينسيبال وهو ما مزوجش. الا كان الاب ديالك ما كاينش، في حاله ما الا كان الاب ديالك غير موجود يمكن لك تعمل الام ديالك ضامن، ما يمكنش الام ديالك ضامن اعمل الاخ ديالك ضامن، ما كانش الاخ ديالك الاخت ديالك انت ماشى بهاد المرحله ماشى، ولكن يكون على العم ديالك العم ديالك ويضمنك بهاد المبلغ ما نقولكش لا، لان حتى شي حاجه ما كاينش اسم حتى شي حاجه ما اسمها لا،
ممكن تقول كاينه شي مسائل خياليه جازت، ولكن كل واحد ورزقه. هب هاد 4200 درهم، واخا يكون يعني سولتير يعني ما مزوجش، 4200 درهم هو العام ديالك، خايدك ما يعني عندك واحد النسبه قليله، ما نقولكش ما نقطعلكش ياسك، ولكن عندك نسبه طايحه. حاول ما امكن تفتش على شي ضامن تاني، يكون عمك اخر، يكون خاك، شي اختك، الام ديالك، حاولوا تفتشوا. نقولوا شنو هي اول خطوه نديرها الا بغيت كرادو؟ خايت سعد، خايت سعد، اول خطوه احنا عملناها خايت سعد، كاينه واحد السلسله طلقناها وعملنا باج في فيسبوك، ان نحط فيها الخطوات اللي متعلقه بالكرادو خطوه بخطوه، يعني من المرحله الاولى للمرحله الثانيه المرحله الثالثه، يعني بالخطوات. وكاينه ديك السلسله كاينه في اليوتيوب، حتى هي نزله في اليوتيوب، اسمها الى دخلتي شاوني في اسبانيا، اللي هي القناه ديالي، دخلتي شاوني في اسبانيا وسبتي فيها، عطي فيها واحد السلسله مكشوف فيها خطوه بخطوه الى اسبانيا ان شاء الله، خطوه بخطوه الى اسبانيا ان شاء الله. ممكن تكتبها في يوتيوب تطلع لك، ممكن تدخل القناه وتصيب خير رضا. الله يحفظك اخويا الشاوني، الله يعمرها اسلع، امين، الله يعمرها اسلع، امين، الله يرحم والديك، الله يجزيك بخير، الله يرحم والديك. ومنطقية خريطة، مليار و 300 مليون، كتقول لي باقي تزيد ضامن، ما كاينش اكثر من هايدا، يعني اكثر شي واحد، ما كندورش انا الناس القنصلية نظن ما كتستقبلش الدوسيات اللي اخر عنده مليار و 300 مليون كل شهر، كيستقبلوا عاد استقبلوا عاد دراو شحال، هما اللي باغيين يطلعوا كيقاتلوا كيكافحوا، اللي ما تجيني ب 2000 درهم في الضمانه، اللي ما تجيني ب 6000، ايوا واللي شي حاجه في رزقه، فهمتي؟ اي واحد راه الانسان ما يتوفى تيدي رزقه كامل مكمول. داك 5 سنين اللي خاويين كانت كنخدم في الدار، كنت كنخدم في الدار، كندير السوايع للدراري صغار، ما لقيتش خدمه مزيانه بلا ديكلاراسيون في سينيسيس، نتمنوا الخير، ندير هادشي اللي قلتي لي، توكل على الله اختي، ما توكل على الله وعمل داكشي، فهمتي؟ دفع توكل على الله ودفع، عمل هادشي اللي قلت لك انايا، وهضر معاهم بهذا الاسلوب، وهضر يعني بواحد لا فاسون اللي يكون هي مقنعه، يعني تقنع السيد اللي حداكم يكون على الخير ان شاء الله، لان ما ماشي يعني ممكن 5 سنين تجلس وتدفع، وممكن الى قنعتيهم باللي انك انت تنادم معك الحال، داك 5 سنين ما عملتي فيها والو في حياتك وحسيتي بها جازت هباء منثورا بلا ما استفدتي منه، حاولك خصك عاد عرف تهضر، يعني اقنع. واش هما التخصصات اللي مزيانين في الكرادو؟ خاي اسماعيل، التخصصات اللي مطلوبين في الكرادو هما جميع التخصصات اللي زعما مزيانين الكرادو، جميع التخصصات مزيان، جميع التخصصات فيهم مناصب الشغل، ولكن اللي اكثر يعني عندها سمعة كبيرة مزيانة في اوروبا بصفة عامة هي لانفورماتيك، وسبق لي هضرت عليها، لانفورماتيك والميكانيك والالكتريسيتات والفونتانيرية، يعني الماء، الضوء، الميكانيك و شنو هذيك والانفورماتيك، وحتى الطب مطلوب في اوروبا بصفه عامه، وواحد التخصص اخر اللي هو الخيثيون، الاداره والتسيير، حتى هما مطلوبين بزاف في اوروبا، ما التخصصات اللي مطلوبين في اوروبا بصفه عامه، في المانيا مطلوبين بزاف، في كندا مطلوبين بزاف، في اسبانيا مطلوبين، يعني تخصصات مطلوبه. عثماني، شكرا بزاف، الله يجازيك بخير. عثماني ملال برادا، شكرا بزاف، الله يجازيك بخير، امين امين، الله يرحم والديك. اخي اشرف فاضلي، خلي اللايف ان شاء الله، نخليه ان شاء الله،
الله يسر لك امورك اخويا، والله يرحم الوالدين، الله يسهل على الجميع. امين يا رب العالمين، امين. الله يرحم لك الوالدين، امين اخي سعد. مريم علي او الا عفاك، واش موجودين لي ماستر اغرو اليمنتاري تما؟ اختي جميع جميع انواع الماستر كاينين في اوروبا، يعني في اسبانيا بالاخص، خصوصا لي ماستر اللي كاينين بزاف، خصوصا في لي سونتر، يعني في المدن الكبيره، يعني بحال مثلا في مدريد. الا شفتي واحد سيوداد اللي هي كبيره، عطي فيها بزاف، عندها بزاف التخصصات في جميع التخصصات، يعني في الكرادو عطي بزاف التخصصات، في لا ليسونس عطي بزاف تخصصات، في الماستر عطي بزاف تخصصات، الدكتوراه كذلك. المدن كبيره، مدن صغيره بويبلوات ما كتسيبش فيهم، ما كتسيبش فيهم ماستر، على حسب. قدرت مثلا بويبلو ما تسيبش فيه الاونيفيرسيتي، ما تسيبش فيه كليه كامله. قدرت مدينه صغيره ما فيهاش الاونيفيرسيتي، فهمتي؟ يعني على حسب المنطقه، واش كبيره ولا ماشي كبيره. اما انواع الماستر، جميع انواع الماستر كاينه، اي حاجه اللي ما طحش على بالك اللي انا ما كنعرفهاش، ويعني وشي حاجه انت ما عمرك سمعتي بشي تخصص، عطيك كاين ماستر ديالو. نختم ان شاء الله بهذا التساؤل. خاي سفيان الشنوفي قال واش ضروري تدفع في القنصليه اللي في لا ريجيون ديالك؟ هذا مشكل اخي سفيان. ضروري، راه كل قنصليه كاينه في شي مدينه عندها تبعيات، عندها مدن تابعه ليها. يعني نعطيك مثال، القنصليه مثلا، نعطيك مثال بتطوان، قنصليه تطوان، تطوان كاينه قنصليه، كاينه ناس ساكنه في تطوان. باش تدفع، واش ممكن ناس تطوان تطلع تدفع في قنصليه طنجه؟ لا ما يمكنش. واش ممكن ناس مثلا تشاون يطلعوا من الشاون ويدفعوا في القنصليه دا طنجه؟ لا ما يمكنش. كتدفع من القنصليه اللي تابع لانتين، يعني باسابورتي، وكيمشيو على الباسابورتي. باسابورتي شنو عندك في الباسابورتي؟ الا كان عندك عندك مثلا الشاون، عطلع عن تطوان، لان القنصليه تطوان اي قنصليه عند المدن اللي تابعه ليه لك. يقول لك مثلا قنصليه كاينه في تطوان، تابعه على تطوان، تابعه على الشاون، تابعه على العرايش، تابعه على القصر الصغير، تابعه على غينكول، كاستياخو، كابونيغرو، يعني هاد المدن اللي قد تكون عاد دواوار ولا اقاليم صغيره تابعه ليه. يعني شنو عندك في الباسابورتي، شنو ما كان عندك مكشوف في الباسبور، المدينه اللي فيها انتينا غادي نمشي عليها، يعني ما من حقكش انت تبدل، فهمتيني؟ يمكن لكش تدفع في شي منطقه اخرى. خاي اسماعيل، الدوسي ديال فيزا كرادو غادي نوصلو ليه ان شاء الله، ما تقلقش يا خاي اسماعيل، ما تقلقش يا خاي اسماعيل. دخلنا هذا لاشين اليوتيوب ولا دخلنا باج فيسبوك، غادي تسيب ديك الخطوات وحده بوحده. حاول ما امكن تقرا الخطوات اللي قبل، وباش تبدا معنا الخطوه الثالثه ان شاء الله، وعمشي دقه بدقه ان شاء الله. وانا قلت لكم ان شاء الله، وعدتكم اني في الاخر في بدايه تسجيل الموسم الدراسي غنحاول ما امكن نسجل 30 واحد فوق، يعني 30 واحد فوق غنحاول ما امكن نمشي نسجلو انا ان شاء الله. انا وانا عايش قلت لكم كثار من 30، غنحاول ان شاء الله نحاول ما امكن نجمع مجموعه الدراري اللي غنعطيها الدوسيات، وعاد تعطيني الماتريكول، يعني عاد تمشي نعطيها الوراق وعطيها المسائل، وهي عاد تمشي وعاد تسجل داك الشخص وتجيب لنا الماتريكولا، ونصيفط داك الشخص اللي عطاني الوراق ديالو. ودائما وانا كنقول لكم الحاجه فيها الفلوس ما تدخلونيش فيها. حاجه تقول لي مثلا انا نعطيك فلوس وسيرك تسجلني، اسمح لي هنا وحبس، انا ما نشبر منك فلوس، ما نمشي نسجلك بفلوس، ما والو، حتى شي حاجه من هادشي. تقول لي مثلا عندك النسبه ديالك، لا ما خصنيش شكرا. تقول لي مثلا انا عن مشيتي انا عاوصل لي هادشي، عاوصل لي هادي، اسمح لي انا عندي قضيه الفلوس، نوصل لك ديك الوراق، ولكن الفلوس انت صيفط له،
يعني فلوس، انا نعطيك الرقم ديال الحساب ديال المؤسسه اللي انتينا اخترتي تسجل فيها وتقرا فيها، صيفط لهم الفلوس ليلم وهما يصيفطوا لك الريسيبو، يعني انا ما نكونش وسيط في الفلوس، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين، انا نتعاون معاك نمشي نسجلك في الدوسي، المدارس اللي غراتيس انا نمشي نسجلك فيهم بلاش، مسائل المدارس اللي بالفلوس انا نمشي ندفع لك الوراق، نوصل لك الوراق تما، ماشي مشكل. وممكن المهم انا نوصل مع، يعني انا ممكن تنقول لهم انا هو داك الشخص، المهم على اي ما ندخلوش في القضيه، المهم انا نتعاون معك في القضيه على اي. اللي همنا هو ان في الاخر ان شاء الله بدايه الموسم الدراسي ان شاء الله اسجله من 30 واحد فوق، وهذا تحدي كان رفعه بالنسبه لي ان شاء الله، واش نقدروا نسجلوا اكثر من 30 واحد ولا لا. طبعا عن تعاون، يتعاونوا معنا الدراري المغاربه اللي هنايا وصحابي اللي كنعرفهم هنايا، عايشبروا كل واحد يشبر خمسه، هذا خمسه، هذا خمسه، هذا خمسه، ونسجلكم ان شاء الله. وما يضحك عليكم حتى واحد وما يكذب عليكم حتى واحد باش يقول لك اعطيني باش خلص باش نتعاون معك في تجميع الدوسي، ونقول لك شنو الوراق اللي خصك والاجراءات اللي خصك، ونحصل لك على القبول، وعندكم تخفيض 20%. راه ردوا البال، راه بداو كيطلعوا بزاف هاد اليومين في فيسبوك كيطلعوا هاد لي باج، راه نسجلك بالنسبه، راه التسجيل اللي غيقول لك ب 20%. وطيتي انا قلت لكم كيما قلت لكم بدايه الله، كيبيع لكم واحد الحاجه اللي هي مجانيه، وحاجه اللي هي الدوله ما عملتش، الدوله ما عندهاش، هنا اسبانيا ما عندهاش شي مؤسسه اللي تقوم بهذا البريباراسيون ديال الدوسيات، الا حنا المغاربه ديالنا اللي كيطلعوا يقراوا من هنا بحكم التجربه ديالو، لحكم انه جاب واحد المده هنا وكان كيسقسي وهادي، وجمع واحد مجموعه من المعلومات، وكيبدا يستغل ديك المعلومات اللي جمعها، كيقول لك السلام عليكم، وانا تشوف شي قنوات وتشوف شي السلام عليكم، حنايا فتحنا واحد المؤسسه، مؤسسه تقوم باعداد يعني ملفات تاشيره للطلبه المقبلين الدراسه في اسبانيا بالنسبه للكرادو، بالنسبه للسيليكتيفي لابس، من بالنسبه للغه حنا كنتكفلوا له، حنا مؤسسه، حنا عندنا مصاريف، حنا شنو حنا وحنا حنا واش من مصاريف واش من زمار واش من قرون، اعطينا نعيب الله تعاون معاه. الا قدرتي تضيع واحد 5 دقائق من الوقت ديالك هبط المدرسه سجل، ما خسر عليهم والو، علاش انت هذا ما خسر عليهم والو خصك تربح؟ علاش كتوصل لهنا بغي داكل مصدم خوتك المسلمين؟ علاش ما يمشيش مصدم شي نصراني؟ ما يقدرلوش نصراني، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش حتى يلعب معاه، ما يقدرش حتى يحاول ما امكن يبني الفكره في مخه انه عيستغلو او انه عينصب عليه او انه عيديلو ديالو، لا اللي يجيه صعيب، يسيب الغلب على الدراوش، يسيب الغلب على المغاربه، قال هذا عربي، قال هذا مغربي ملهوف، خصو يجي من هنا عنده حقه، خصو يوصل، خصو يكمل قرايه، او خصو يجي يعيش هنايا، ارا نسفلو الدم ديالو، ارا نمصو، ارا نديلو ديالو، نستغل هذا الرغبه اللي عنده نديها له. علاش؟ علاش حنايا اذا قبيحين؟ علاش؟ ما بغيتش تفهم لك بزاف السلوكات اللي كتشوفهم هنايا، يعني هنا كتشوف الناس عايشين هنا، تشوف منهم شي سلوكات يعني قريب تقول له عباد، يعني قريب يكونوا مصنف من ديك الناس اللي كيعبدوا الدرهم، يعني عباد الدرهم كيعبدوا، يعني شي حاجه اسمها الفلوس مقدس، يعني عنده الفلوس اسمى من اي حاجه، اسمى من الدين ديالو، اسمى من الاخلاق ديالو، اسمى من التعامل مع المسلمين، اسمى من خوتو، اسمى من العروبه، اسمى من، يعني عنده اسمى من كل شيء، عنده الدرهم هو الاول، من بعد عاد اجي هضر معاه في حاجه اخرى، ما يقول لك الدراما الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. المهم هادشي اللي كاين، ما بقى لي الا نقول لكم سمحوا لي اللي ما جاوبتوش على الاسئله ديالو في اللايف، غادي ان شاء الله نجاوب على هاد اللايف مع نزلو، غنحاول ما امكن نجاوب على الاسئله اللي بقاو بلا جواب ان شاء الله. اسماعيل جماعه، اهلا خاي اسماعيل، كيف الحال؟ بخير، أمور هانية العائلة. خي يونس قول لي واش ضروري الملكية الأرض باش تخرج ديك الشهادة الفلاحية أو لا؟ لا، إن شاء الله غنجاوبك في هاد الكومنتار، في الكومنتار إن شاء الله. هادشي اللي بقى لي، بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا على التتبع ديالكم اللايف، شكرا على الدعاوى اللي كتدعوا معايا، شكرا على حسن النيه والصدق ديالكم وكل شيء. وخلينا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كان معكم شوني في اسبانيا.